إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله مع باب الوقف. الوقف، أشنا هو الوقف؟ الوقف هو الحبس. عندكم صحابكم السجن، ها؟ الحبس والوقف كلمتان بمعنى واحد. الحبس هو أن يوقف الإنسان أو يحبس أرضا لا تباع ولا تشترى ولا توهب ولا تورث، لا توهب ولا تورث ولا تباع ولا تشترى. إذن أشنا هي المنفعة؟ الغلة والثمرة التي تخرج من هذه الأرض تكون وقفا وحبسا على نوع من الناس. مثلا على خيرية من الخيريات فيها اليتامى، أو على حي من أحياء فيه الفقراء. جميع الغلات التي تنتج من هذه الأرض تصرف لهؤلاء، والحابس والواقف هو الذي يسجل ذلك. أنا هذا الوقف هذا وقفته على فقراء حي كذا وكذا، وعلى خيرية كذا وكذا، وعلى مسجد كذا وكذا، ها؟ فعندما تخرج هذه الغلة إما أن توزع ثمرة عليهم وإما أن تباع ويأخذون المال. هذا هو الوقف بنظرة بسيطة. واعلموا أن هذا الوقف لم يعد الناس يعرفونه لجهلهم بالإسلام والدين. والوقف أيها الإخوة، المغاربة المسلمون قديما ذهبوا إلى الحج واشتروا أراضي في مكة وفي المدينة وأوقفوها على المسجد المكي وعلى المسجد المدني. لا زالت إلى الآن وقف المغاربة على المسجد إلى الآن. ولما كثر المال على الحرمين بسبب الوقف، هيئة الأوقاف بدأت توزع هذا المال على طلبة المغاربة. طلب المغاربة عندما يذهبون إلى هناك وعندهم إقامات للقراءة، يقرؤون في المساجد
منتظمين في المساجد أو في المعاهد أو في الكليات يسجلون، تدير واحد الطلب وكذا بأنك مغيب وكذا، تتمشي لوزارة الأوقاف وتدفع لهم داك الشيء وتتعود تاخذ واحد الراتب شهري. ولا زلت أذكر أن الطلبة في مكة كانوا يأخذون 1000 ريال سعودي، وألف ريال سعودية في ذلك الوقت، 1000 ريال سعودية في ذلك الوقت ب50,000 ريال مغربية. وأيضا أوقفوا على المسجد الأقصى، أوقفوا على المسجد الأقصى. ولهذا تسمع باب المغاربة، المغاربة اشتروا أراضي هناك وأوقفوا. وعندنا في المغرب كم من مسجد عنده وقف، ولذلك عندنا هنا وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، شحال الأوقاف موجودة على المساجد. والآن وزارة الأوقاف هي أغنى الوزارات بسبب هذه الأوقاف هذه. دروك ما بقى حتى واحد تيحبس ولا تيوقف. علاش يبغى يوقف؟ بقاش هاد النية وهاد الدين وهاد الإسلام، ما بقاش بقاش لا إله إلا الله محمد رسول الله. لازم تذكر خطاب من خطابات حسن الثاني رحمة الله عليه، قال علاش ما بقيش الناس يوقفوا؟ كانوا ديك الساعة يوقفوا، علاش دركا ما تيوقفوش؟ إذا اللي باقي عندنا هنا الآن، أي مسجد بنية تيخرجوا منه 4 الحوانت ولا 5 وقف على المسجد. وزارة الأوقاف لا تأخذ منهم هذا المسجد إلا إذا كان فيه دكاكين، هذه الدكاكين تتأخذ الأموال ديالهم وتتصرف على المسجد. إذن هذه نظرة عامة على الأوقاف. إذن سنقرأ لكم حديثا عظيما في هذا الشأن. لا إله إلا الله، ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، خيبر بالمدينة، وكانت لليهود، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتم إجلاءهم عمر رضي الله عنه. لكن كانت أرض خيبر أرض مثمرة وخصبة، فقال رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، ما عندوش مال أعظم من هذه الأرض، هذه الأرض المال العظيم أصابه من عمر. ما شاء الله، فما تأمرني؟ قال لي رسول الله فما تأمرني؟ اش ندير؟ فوجدني عند المستشير وهو رسول الله، قال إن شئت حبست أصنها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب، لا تباع ولا توهب ولا تورث
ويتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. إذن الوقفة الأولى في هذا الحديث مع كون عمر رضي الله عنه أصاب أنفس مال عنده، بالله عليكم وعليا إذا كان عندي أنفس مال وأحسن مال هل أعطيه لنفسي أم أعطيه لله؟ نحن نتكلم عن أنفسنا الآن. قال حاجة زينة نبدأ بنفسنا هنا، ولكن هؤلاء الصفوة الذين اختارهم الله لصحبة رسوله أنفس مال قدمه لله عز وجل. هذو هما المؤمنين الحقيقيين، هذو هما المؤمنين اللي عرفوا الآخرة وعرفوا اش تتسوى، وهذو هما المؤمنين اللي عرفوا الله معرفة حقيقية، وهذه المعرفة خالطت بشاشة قلوبهم وعروق قلوبهم، وعلموا أن الحق لله عز وجل، فأعطى لله ما هو أنفس. وهل الله يستحق من الأنفس؟ إيش قال الله عز وجل في الآية؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قبل منها لا غير معروفة. أنا قلت لك نعم ولدي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الله أكبر. مما أخرجنا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. من طيبات، المسائل الطيبة هي التي ينبغي أن تنفق منها لله، لأنك بغيتي تعطي لله عز وجل. شوف أنت الآن غادي عند واحد الإنسان أكبر جاه وأكبر مركز في الدولة مثلا، وبتعطي شي هدية، إذا غادي تختار هذه الهدية من أحسن الهدايا ومن أفضل الهدايا، ولله المثل الأعلى. هذا عبد من عباد الله، إلا أنه عنده جاه ومركز، تتشوف لي الهدية اللي تليق به، يمكن تشريها بألف درهم بألفين درهم هدية باش تقدمها لي لعله يرضى عنك وتكون من أصدقائه أو من المقربين إليه. فما بالك بالله الذي خلقك وخلقه وهو الذي أعطاك هذا الكسب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. داك الشيء اللي كسبته من التجارة أو من الفلاحة أو من الصناعة، داك الشيء الطيب هو اللي خصك تصدق منه، ماشي شي حاجة ما بقات عليك بحال مثلا شاط عليك الغدا من البارح وبقى في الثلاجة، خرج لهذاك المسكين هذاك سميتو ذاك الغدا ولا ذاك العشاء، لان انت ما بقاش عندك حاجه فيه ياك. راه داك الشيء بحال اللي تعطيه ليد الله، راه الصدقه راه تجي تسلمها من يديك ليد الله، كيف تعطيه هذا الذي لا تريده انت؟ شوف عمر رضي الله عنه انفس مال عنده، انفس مال، ما شاء الله. هؤلاء هم الذين عرفوا من الله عز وجل، والله عز وجل يوصينا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. كاين شي حاجة نفيسة تخرج من الأرض خصك تعطيها لله عز وجل، والله يعطيك.
ذلك الصحابي اللي تصدق بستان فيه 600 نخلة. أبو الدحداح. بخين بخ قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم. ربح البيع يا أبا الدحداح. 600 نخلة. شحال غادي تخرجي 600 نخلة في العام؟ الناس راه بغاو الدنيا، بغاو الآخرة، بغاو الدنيا. شفت يا الناس 600 نخلة. وقال مرتو خرجي خرجي. راه صدقنا بها. قالت لي بسم الله. قول لي يا 600 نخلة كلها هادو زي ولدرو كلها 100 نخلة وحنا نخرجوا والله سيدي اللي خرج والله ما نخرج على الدار مزيان احنا خصنا نقول لك خصنا يد وتخرج وتعطي لا اله الا الله لا اله الا الله شتي اللي ما بقاوش هاد الناس ما بقى خير والله العظيم ولك راه باقيين باقي بحال هاد الناس باقي الحمد لله الحمد لله الحمد لله باقي الخير في الأمة ماجي زعما ما بقاش ونقطعوا لي ياسر على كاين إذا 600 نخلة كلها أعطاها لله لأنه أش اللي خلى يعطيها ها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة هذه الآية اللي جعلته يعطي 600 نخلة إذن أمتي يؤمنون بذلك حقيقة حقيقة لن تنفقوا مما تحبون داك الشيء اللي تحبوا اللي خصك تعطيه إذا وقال الله عز وجل بعد ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفق يعني ما تقصدش الحاجة اللي هي ضعيفة وخبيثة ونازلة هي اللي تنفق منها لا لا خصك تنفق من الحاجة العظيمة الطيبة كما فعل عمر هنا ابن الخطاب رضي الله عنه هكذا ينبغي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه أنت دابا إلا جعطاك شي واحد شي هدية يعني ضعيفة ما فيها ما يدار وعطاها ليك تمشي ترد إلا ما قدرتي كاع تردها ليه ديك الساعة تتمشي للدار تبقى تقول هذا هاني هذا الراجل هذا أعطاني هذه الهدية هذه إهانة إهانة وربما في الأخر تولي تخاصم معلاش أعطاك هذه الهدية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه أنت ما غادي تاخذ هذيك الهدية إلا أن تغمضوا فيه إلا تدير بحال ما تريدوا تأخذ إذا عمر رضي الله عنه أنفق من أنفس ماله إذا عاد نقرأ ما قاله المؤلف رحمة الله عليه قال من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء لأي مصرف شاء مستشفى مسجد خيرية حي من الفقراء كلهم مجموعين ما كانت مشكلة أرض ولا دار دار مثلا تشريها وتحبسها على الطلبة اللي تيقراو الشرع اللي تيقراو الشريعة الإسلامية اللي تيقراو الدين تحبس عليهم هذا الدار فوق وتحت يعود يباتوا فيها إذا هذا حبس الدار لا تباع ولا تشترى ولا تورث ولا تهب صافي ملي تكتبات ما بقى فين تحول مزيان يقول لأي مصرفين شاء مما فيه قربة ها الحاجة اللي فيها قربة أنت تتقرب الله تعالى وتحبس هذه الأرض باش تكلك لا يأكلها الفقراء أو أصحاب الخيرية الأيتام أو المستشفى تصرف على المستشفى الناس تيجيو ضعافه
ما عندهم شيء ها تصرف عنهم. وللمتمول عليه أن يأكل منه بالمعروف. داك اللي قايل على هاد الأرض تيحرطها وتيبشر الأشجار ديالها والغلات ديالها ويحسن ذلك، هذا يأكل منها، ما عليه مشكل لأنه هو القائم بها. وللوقف أن وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين. أجو يقول لك هنا ويقول لك حتى هذاك الإنسان اللي وقف إلى ويدير سميته حتى هو من الناس المستفيدين يديرها، صاحب الوقف حتى هو لو تعود تجي شي غلة من هذيك الأرض يدير حتى هو سميته وتجي، ما كاين مشكل بحال المسلمين. ومن وقف شيئا مضارة فهو باطل، شي حاجة تضر المسلمين وجعلها وقفا، قال لهم هاد الدار هادي للموسيقى والغنى، هاد الدار هادي انا وقفتها لصحاب التمثيل والتمثيليات وداكشي، هاد الدار هادي يضر المسلمين، واي شيء يضر بالمسلمين لا يجوز، لا ضرر ولا لا ضرر ولا ضرار، لأن أي حاجة تضر المسلمين ينبغي أن تكون وقفاً، فهي باطلة وليس فيها أجر وإنما فيها ماذا؟ الإثم. ومن وضع مالاً في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مما يذكره هنا أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر روما، فقال من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، يعطيه الله تعالى بئر في الجنة خير من هذا البئر، ويجعل دلوه بحال دلو المسلمين. بئر روما واشتراه عثمان رضي الله عنه من يهودي وجعله للمسلمين جميعا، كلهم كانوا يأخذون الماء من هذا البئر ومن بينه عثمان رضي الله عنه، فجعل دلوه من بين دلاء المسلمين ولم يحرمهم من ذلك بل اشتراه لهم رضي الله عنه. هنا قال واحد قضية، أي مسجد كان له وقف وهذا الوقف فاض عن حاجة المسجد، يعني كاين مال كثير على هذا المسجد، ممكن أن ينفق في حاجة المسلمين العامة وفي مصالحهم، نأخذ من هذا الوقت ونعطيه للمسلمين الذين هم في حاجة، ممكن نبني به قناطر، يمكن أن نبني به مساجد مستشفيات خيريات ويكون ذلك من مال هذا المسجد، لأنه جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها من الحجر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأخذت الكنز الذي في الكعبة، إن الناس كل شيء يجيبوا لها الفلوس، وأنفقته في مصالح المسلمين،
ولكن لما كانوا حديث عهدين أو حديث عهدين في الجاهلية لم يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثيرهم عليه، لأن دبناهم مسلمين ولكن مازال لم يحسن إسلامهم، مازال أمور ما فاهمينهاش هكذا. ولا أدخل كما قال صلى الله عليه وسلم ولا جعلت بابها بالأرض، لأن الباب ديالها تطلع به بالدريجات، بقى هذاك الشيء هكذا ويجعلوا بالأرض نازل الأرض. كذلك ولا أدخلت فيها من الحجر، شنو هو الحجر؟ هو هذاك المكان اللي ضاير بالكعبة قريب ليها، وفيه مدخل من هنا ومدخل من هنا، وكاين الناس اللي تيدخلوا ليه تيصلوا لداخل داك الحجر، هذاك هو الحجر. ها؟ لأنه جاء في الحديث لا نقدت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، هذيك هي قواعد إبراهيم، وسميت الكعبة كعبة لأنها في صورة الكعبة، إلا دخل هذاك الحجر وتبنات كلها تبان بحال الكعبة. هذاك الحجر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخله، ولكن لا يريد أن يثير شيئا لم يفهمه المسلمون. ولذلك أي داعية كان يدعو إلى الله عز وجل ينبغي أن يدعو الناس على قدر عقولهم، يقولوا شي حاجة اللي ما تيفهموش، ينوض يخرج ويقول اش تيقول هذا السيد هذا؟ اش هذيك اللي عجيبه فكذا كذا ويشوش عليهم. إذا خصو يقول مسائل اللي هي قد العقول ديالو، ما يقولوا شي حاجة اللي هي أكثر من العقول ديالو، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفهم. إذا أي مسجد أينما كان، كانت أوقاف عليه أصبح له مال كثير فاضل عن حاجة المسجد، إذا ننفقه في مصالح المسلمين من قناطر ومستشفيات وخيريات وغير ذلك مما يعود على المسلمين بالخير والنفع. نعم. قال والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل. دابا القبور، دابا الشوكاني رحمة الله عليه عنده كتاب سماه بشرح الصدور في رفع القبور، شرح الصدور في رفع القبور أو في تحريم رفع القبور، تتكلم على المقابر اللي الناس بنوا عليها وصبحوا الناس مفتونين بها الجهال، تيقول لك قبر سيدي فلان تيعطي تينفع وكذا وكذا، أو قبر سيدي فلان يستجاب عنده الدعاء، إلا دعيتي عند سيد قبر سيدي فلان غادي يستجب لك الله، إلا دعيتي لشي قبر آخر ما يستجب لكش الله، ولا حتى في المسجد، هذا كله باطل، لا يجوز رفع القبور ورفع الأضريحة وترميم الأضريحة وبناء الأضريحة، هذا من الباطل ومن الضلال ومن الإثم العظيم الذي من فعله ساهم في الشرك وفي إضلال الأمة وفي إضلال الأمة، الله عز وجل سيحاسبه، وساهم في فتنة الأمة وجعل الناس يتحولون من التوحيد إلى الشرك. وها أنتم ترون كثيرا من القبور الآن رممت، وكثير من الأسماء محية في إذهان الناس، والآن أصبحت هذه القبور وهذه الأسماء الآن
تعلن من جديد ويقام حولها المواسم والناس يهرعون إليها كما يهرعون إلى الحج والعمرة والعياذ بالله. إذن هنا يقول الشيخ الشوكاني رحمة الله عليه: والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل. وقال الشارح هنا: يعلم أن الوقف على القبور مفسدة عظيمة ومنكر كبير، إلا أن يقف على القبر مثلا لإصلاح من هدم من عمارته التي لا إشراف فيها. يعني إلى هذاك القبر انهدم وتهدم نزل ما بقاش تيبان حتى لذاك الإنسان اللي غادي، ولو الناس يدوسوا عليه يمكن نرفعوا واحد الشبر باش يبان لذاك الإنسان اللي دخل للمقبرة يبان ليه نرفعوه، إلى انهدم وتصور بالأرض حنا نغادو نقادوه شبرا أو شبرين باش يبان باش الناس ما يدوسوا عليه. هذا هو، هذا ما كاين بس فيه. أما غير ذلك باش نرمو ونديرو الزليج ونديرو كذا ونديرو ونديرو ليه نيت العرس تما مساكن وجا هذا نتوما دابا واش هاد السيد مات ولا بغيتو ديرو ليه دابا داروا ليه القصر قصر صافي ما عرفنا سيدي هذاك الراجل كاع فين مشى الله أعلم بحاله. منكم على هذا الشيء وشادين هاد الأرض للناس؟ دابا هذاك القبر خصو يكون بالطراعة، إلا بغا يتحوطوا عليه يحوطوا عليه بالبريك مثلا باش يبقى معروف، أما باش نديرو ليه الزليج ونجيبو الإنسان مقاد في الرخامة ونلصقو الحاج سيدي فلان كذا كذا مات في 1900 ولا 2016 ولا ما شي كلابات مات سيد الله يعاونو غادي يبقى تشد لينا هذيك الارض قرن، غادي يموتوا ولاد ولاد ولادو وباقي شاد لينا هذيك الارض. اذا الا بقينا مثلا تنديروا الزليج اللي جاك واحد الخمسين عام صافي غادي تسوى ب يعني هذه ارض للموتى وهذه ارض للاحياء، غادي يولي قد هاد الارض قد هاد الارض. علاش كان الناس يديروا التراب؟ يعني واحد الوقت وليت فهذاك القبر تدفن شامونا صافي، فهذاك القبر تدفن شحال من روضه ولاو تيدفنوا فيها الناس الاخرى ولا داروا فيها متاجر ولا داروا فيها كذا، ولكن باش نديروا الزليج ونبنيو عليها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبور ونهى ان يكتب عليها. اش قلت من هذه الرسول في النهاء أن يكتب على القبور وأن تبنى، نهى عن ذلك. إذ العلماء أجازوا ما يبين القبر حتى لا يداس عليه باش ما يشتفوش عليه الناس، لأنه آذى هذا الحي. ولكن الآن ناضوا تيديروا هذاك الشيء ديال الانصاف، لا تتبعوا الناس انا من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ربي لا دخلتم. النصارى ديروا لي بحال بابا يقصر، هذا داروا لي بحال داخل القصر. هذاك القبر هو اللي يبني بالزوج والسيمار 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 وما يقعدش شيء، ها تيديروا الحديد والله ما عرفتش يديروا الحديد ولا لا، ربما يديروا الحديد ما عرفتش. الضاله كاينه هذيك الضاله بالحديد، خافوا لا ينوض ولا مالو سبحان الله العظيم. هذاك الشيء كله ما خصوش يكون، هذاك البناء اين غادي يشد هذيك الارض هذا هذوك ولادو اللي بغا يزورو زعما ما يزوروك لا شوف غادي يدوز العام الاول العام الثاني الثالث 10 سنين دوك ولادو اللي حبوه نيت مزيان وبناتو شعرو فعلا
10 سنين ولا 20 سنه صافي، بقى ولاد ولادو كان واحد جدنا كان ما بقيش يشوفو حتى حاجه، هو بقى اللي شاد لينا ديك المساحه، وماشي غير هو كثار الناس. لا اله الا الله محمد رسول الله. صافي غادي نخليو هاد الشيء.